وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ تخويفة. نخاف. الزلازل عبارة عن، طبعا الآيات كلها من علامات الساعة، عبارة عن استعتاب من الله عز وجل، من ربنا سبحانه وتعالى، استعتاب لعباده: يستعتبكم فاقبلوا عتب الله سبحانه وتعالى. اقبلوا عتب ربنا سبحانه وتعالى. أما أقبل عتب ربنا بإيه؟ إن أنا أقبل أتوب وأرجع إلى الله. طب ده الخطاب للي في الكارثة، ولا ده الخطاب اللي أنا عايزة أقول لكم قصص رهيبة. حمل الكتاب الله اللي كانوا بيحفظوا قرآن، اللي كانوا في المحاضن الدعوية والشرعية اللي هنا في اسطنبول بيحضروا أونلاين ولا كذا، مش عايزة أقول لكم رسائلهم عاملة إزاي، وبعتين لجميع المؤسسات وجميع الهيئات سواء الشرعية ولا التعليمية ولا القرآنية يطلبوا الدعاء، ولا معلمة القرآن اللي كانت بتعلم وكانت بتقول وكان لسه لها فيديو وشايفاه جميل جدا جدا تحت الأنقاض، واللي جه أهله يزوروه فجايين فهم تحت الأنقاض، هو حاجات كارثة سواء عرب أو أتراك، ده مسلمين كلنا، وبانت الوحدة فعلا، وإن المسلم كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هو ده بان. وتعالوا شوفوا كميات الطبعات في جميع النقاط اللي موجودة، سواء في بشاك ولا في سينيورت ولا الموجود في شيرين، كل الأماكن على مستوى اسطنبول تجمعات، وراحوا تبرع بالدم، تبرع بالحاجة، الجمعيات عمالة. كان في استدعاء من 3 أيام لجميع الجمعيات العربية على مستوى اسطنبول، والكل سواء للتواصل من إدارة الهجرة مباشرة ليهم أو من الأحزاب، علشان نوحد الجهود. النهاردة جاي من فرد واحد، طب يعني مش عارف 40 كيلو ايه، طب 60 ايه، طب احنا هيوصلوا، طب 400 كيلو، كلها مواد غذائية ومواد اللي هم كانوا طالبينها سواء الطبية اللي هي الشنطة الطبية او الاسعافات او كذا، وبفضل الله الشاحنة طلعت النهاردة بفضل الله تعالى، وبنتي كانت موجودة في قلب البتاع ومصورة لي فيديو ان شاء الله بنزله لكم قريب، اللي هينزل ان شاء الله يا بكرة، يا بكرة بإذن الله تنزل كل التجمعات بتاعتها. وقالوا في شاحنه طالعه النهارده الحقوها، وفي شاحنه هتطلع بكره، كل الناس عماله بتجيب. ده وقت البذل، ده وقت البذل ووقت العطاء. انما طلعنا بره والدفايات اتطفت بتاعه السيارات ولا في التاكسي، ده كانت كارثه، ما بالك ده في العراء وتحت انقاض وهوا داخل من وما فيش. الأب اللي مسك صابع بنته وفضل ماسكه تجمدت متجمدة، اللي بينادي على أبوه وأمه وسبتوني مين وقوموا واطلعوا وأنا عارف إن أنتوا تحت، وينادي أبلة جيم أبلة جيم، ينادي على أخته. فكارثة حلت، وأعداد الموتى ومنظر الأكفان ومنظر التكفينات بتاعتهم صعبة جدا. يعني أنا شفت صورة من الصور جاية فيديو واتقطع منه صورة من الصور، شعرها خصلت الشعر بين جدارين معمولين. واحد من اللي ربنا نجاه منزل الفيديو النهاردة وساعة الأمر، يا خبر أبي، البيت بيعمل كده وبيعمل ما وقعش، لكن تحت بقى في السلالم وهم بينزلوا خطر أصلا. فهي كارثة يا جماعة بكل المقاييس، كارثة من الكوارث. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتولانا ويتولاهم برحمته، اللهم آمين.